20 دقيقة وسيدتي سادتي ما زالت ها هاني كنت عند الطبيبة عند دكتور كما قلت لكم ودرت وجيره كالتا كيفاش راه بعد نحط لكم فيديو ونحط لكم هذه لوردونس واش نشري من بعد نحط لكم عطاتني ميم بافيت باش نديرها باسكو وجهي كامل راهو انا ما عنديش عقده مع نفسي المهم حاجه نصلحها ما عنديش مشكل ومن بعد قلت لكم نحط لكم الغير ونحط لكم دي ستوري كي نخدمهم ان شاء الله كيفاش وجهي وكيفاش اصبح المهم حاجه اللي راح نقولها لكم كو طوب 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 نقات لي شفتوا هذوك لي بوين 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 نوار ودارت لي لي برودوي باش ما يعاودوش يخرجوا ونحات لي كاين بزاف اللي عندهم هذوك الحبيبات كاين واحد الحبه بيضينود تاع واسمو تاع الدهون اللي ياكلوا بزاف زيوتي واللي ياكلوا على بالكم انا واش كان عندي مشكل ناكل الجوز بزاف وما على باليش بهذا المشكل.